بطلوا السرقة. معايا البان يجلس سنان ويرطب اللسان، صنف للرجالة وصنف للنسوان. نعناع اللي يشعش على النخاع ويمنع البلغم والصداع. نعناع يا بيه، نعناع يا بيه، نعناع يا ست هان. النعناع اللي يمنع البلغم والصداع. الباكم باريزة واللي مرقش قلبه السميع العليم موجود. وعمارة مصر قشطة. نعم بتمد عليا يا بيه. انا بقول قشطة. هو انا اسمي قشطة يا بيه. بقولك ايه؟ تيجي معايا؟ لا ما بالحلال ولا شيء البطال يا بيه. النعناع الله المحفظه. لا بنت الحراميه. تذاكر ورق ورق تذاكر ورق. اللي بان اللي طرقع ورق ورق تذاكر ورق. طب سلك سيبك يا جماعه يا كيف البطاقه. خلص تعالى اروح فين؟ سيب تذاكر ورق. ايوه سيب. خلاص بس ادي 20 جنيه. لا يا حلف فكه ما فيش. ما فيش غير ال 20 جنيه. لا ما فيش. على ايدك يا اهدى ولاد البيت. تذاكر ورق. انا اعمل ورق تذاكر. الباكو باريزه ورق. اسمع الباكو باريزه ورق. اسرع يا اخويا. قشطة. صباح القشطة يا قشطة. استنى يا قشطة. نعم يا وش. ما تقوليش يا وش. لا حسبة كلها تقول يا وش. لا لا لكن انت لا. انا سيد وسيد محترم كمان. وماله يا عرب. سلام مستر ربع. ما تستهونيش بيا. بابا منه وخداتي. بكرة تشوفي لما توظف انا ودلال في السيرك الخاص. كده؟ طب ما عطلتش بعرمية بيا. استنى يا قشطة. يا دي الوش يا وش. بس عروسة. لقيتها في الزبالة سميتها قشطة. يا سروق تخر ذوق. قشطة في الزبالة. زيك بالظبط. قشطة في الزبالة.
انت وشي صحيح، بس في دي عندك حق. ولا يهمك، انا اول ما هي هقبضها هتولك واجوزك. لو انت صادق، انت لو ما تقبض اول ما هي هنشيلك. كنش العشاء ما عشت. ده انا مصعد القشاط يا بنت، مصعد القشاط. لو ما سمعتيش عن مصعد القشاط تبقى مستجده. انت عارف سكتي منين ياض؟ استقصيت عليك من ولاد الكار. انت يا بنت مش قشطه، ربايه بطه اللي راحت اونطه لما رشدت المامور في المحطه. انت ولا مش انت؟ عايزه حاجه قشطه؟ طرقيه اجيب وشك. طرقيه لا تشكر يا ذوق، حته فرسيسي ما يخوفش نمله. انت يا واد انت فتحت بابي ازاي؟ امي دعيت له وانا صغير، قالت لي روح يا ابني الهي ربنا يفتح في وشك الابواب المقفله. الله يرحمك يا امه. يا روح امك، ده انا باين عليا هخليك تصيف في القرافه. هتتكلم عيدن بقى يا واد ولا لم عليك اهل العزبه؟ عندك العيب يا بنت قاري، عيب بقى بمسماري. وان قلت لك ما اعرفكش. طب انا بقى بقيت هنا وصوتي ولم اهل عزبتك الخيخه. انت يا واد انت باين عليك بياع كلام، وانا لا بتهوش ولا باكل اوانطه. انا اسمي قشطه المره، ركبت الصعب. اصعب مني مش هتلاقي. لا حلو. طب خد وما تورينيش وشك هنا تاني. مش هنشوفوك تاني. لغوتك اسكندراني. انا من اسكندريه بس طرشت هناك. مفيش كمساني في ايها اتوبوس ما يعرفنيش. طب هوينا. الله، ده انا ضيف طبيت على بنت كاري. عرض قفاك على ميه بيضه. يلا ولا واحده عزوزه. يلا عزوزه. معايا البان يجلي السنان، صنف للرجاله وصنف للنسوان. لبان يا بيه، لبان تشتري يا بيه. يلا الحرميه. هات هات يا حرامي. مين؟ عايز مطوطك؟ مصايب بتتلقى. تشكر يا ذوق. قشطة يا عسل انت، واد ما عندوش نظر. لا قشطة يا حلو يا عسل. طب سلام بقى قبل ما تشعر. على النعمة قشطة. هو اللي عليها في حمايتين احسن. خد النفس من مناخيرك والفلوس من جيبك. وجب اول شهر مرزوقه والحمد لله. Thank you.
وسيد بحي ده دلال دلال وقشطه قشطه بنقلل لها مش فايته قشطه على فينا قشطه الليل واقفل اصل تعبانه شويه وجنبي وجعني اجي بقى تعمل لك شاي لا لا انا هرقد وانام ماشي يا قشطه تصبح على خير ايه يا جدع اللي انت عامله في نفسك ده لابس لي كده ليه ايام بقى طب خلاص بلاش بلاش انا قلت طويل لحد الصبح والصبح رباح ماشي هتويك الليله دي عند الوش عند مين عند الوش وش والوش ده وش جامد يعني الوش انسان فنان مش لبط وهربان انت بتسلط عليا يا واد خوك عليك يا قشطه طب اديك سمعت وده برضه بنكار هتدفع كام ولا عايز تبات بلوش البلوش مستعد ما انا عارف وهيشيلوني على كفوف كفوف الراحه وكل كف كف عديك تصبح على خير يا قشطه بتتمسح في ليلتك مع السلامه يا قشطه بتتمسح ابقى عشيه يا وش ما تنيموش خفيف ادي 100 جنيه اهو حرب ونار مش كنت بنت في الشارع تقول احسن مساء الخير عمالة ده انا وقعت قرادات وش وقرد ام زوجي واختك جلال هو داعبة بتصرف كل مكسبها على الحشيش الله 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 ده اللي هدر صحتها بقى بتشرب عشان تنسى تنسى اصلاح بتحب ولا بتطولش ودي مين بقى اوعى تسيبها ما تنساش دي قشطه انت بتحبها ايوه واللي يرشها بالميه ترش بالدم ولا عليها الخرطوم لكن هي ما بتحبكش ليه يكونش لها جو تاني ده انا كنت اقتله واشرب من دم وانا عليها كوز بس نوى بس ولغيني كلام اخد وعطى لا لا انا هحصل على الفرح طب اوعى تنقط بالفلوس وبعدين ترجع تقلبني بس اوعى انت تمد ايدك على حاجه وتخيم تنام انام على طول ده لا لا هترص لك حجرين بس انا مش معسل تلف لك سيجارتين ايه الله الله على طول كده حلوه لا انا مش بتاع الحاجات دي لا 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 مش الله ده ايه ده كله انا في حلم ولا في علم اصل هشتغل النهارده سياحي في الهيلت ولا من زواج عشان هو لسه نايم امبارح دلال لفيت له سجارتين اتسطر طب اوعى بص بتاع السيما ايش يا حمتي طب يا مسطول فولا فواق انا هتلبس سوق ساعات البيه ايه ده صباح الخير يا قشطه صباح النور ازاي ان شاء الله تكون نمت كويس نمت وحلمت بيكي حلمت بايه؟ و اوعى تقولها ما حدش يعلم عندي الا بكل ادب ايه ده؟ حد نزل ايه؟ هيكون ايه؟ المباحث وجايه تصبح اولا اعرفكم انا بنفسي انا اعوذ بالله من كلمه انا محروس ابو شامه صاحب العزبه دي كلها صاحب العزبه صاحب العزبه دي منين احنا طول عمرنا عايشين فيها واتولدنا فيها ايوه انا بقى اشتريتها من ورثه الخواجه اللي ساب البلد وهاجر من 35 سنه وانا بقى نويت خدمه لكم وللوطن انشاء مدينه سياحيه بعد هدم العشش دي كلها لا بقى ده يبقى فطيره على ميه بيضه طب واحنا نروح فين اقول لكم بتعملوا ايه تقدموا عرايز لوزاره الاسكان وهي بقى اللي تسكنكم بمشيئه الرحمن ويعني ايه الاسكان مشكله دي حاجه بسيطه خالص مموت يا حمار احنا مولودين هنا ومش عايزين نتعتع من هنا سكتوا الكلب ده ما حدش مد ايده عليه ايوه ايده حطها في ايده ايه مفيش حد رحمار حرام عليكم ايه حرام ده فلوسي فلوسك دي انا اقدر اجيب عليها واطيها دلوقتي يا باب الهداوه الانسانيه فوق الحق وربنا فوق الفلوس وانا اعوذ بالله من غضب الله همشيها انسانيه وهدفع فلوس فليعيش ابو شا
ما بين رجل البر والاحسان. اسمع يا انت، اللي هيمضيني على تنازل ويعزل هديله 100 جنيه. يا عم دول يتنشلوا في ثانيه، ده انا بقيت ليله بحالها في حضن قرده ب 100 جنيه. يبقى اللي مش عاجبه بقى ذنبه على جنبه. انا بقى يا اخويا مش عاجبني. ما بنتهاش بقى. امسكوا الكلب. طريقة سعادة البيه. انت متهم بالشروع في القتل. وادي يا فندم ارض الغزال بتاعه. ارض الغزال؟ ليه؟ ما انت مسؤول الكلب على الشاش. يا بيه انا جاي الاسعاف. طالبين الاسعاف يا بيه. انا عايز حد من الشرف. انت اسمك مش غريب عليا. قلت لك ثوابي يا باشا. مسعد الوشاط. ده انت مطلوب في مديرية الامن. اهلا. ده طبلت. يا معوض. شد حيلك، انا هشوف لك محامي. اوعى يا راجل انت. ما كانش يومك يا ابو العيال. ادي اخر حبه كل في الارض. اوعى يا ولية. قلت لك مصعب. بعد اذنك يا شويزه جوزي. ايه يا قشطه، هتفضلي دايره ورايا؟ يا طعني مش انا السبب. خد جبت لك سندوتشات وسجاير وشيل كده على مواصل. معلش بقى، العين بصيره والايد قصيره. قصيره ليه؟ ما كانت طول كده. ده انت ما شلتيني انا ذات نفسي. انا بعد ما شفت اللي جرالك انا خفت وحتوب. نعم، وده وقته؟ ده السجن ده هو المصروف. على العموم ما همكش، انا سداده. بس انت مرحلينك فين؟ على اسكندويره، حصلت قضيه هناك متهم فيها، بس عليا النعمه انا محتبها لسنه. هتخلص يا واد، كفايه كلام. الله، ما تخليك حلو. امال ما انت هتاخد السندوتشات؟ انا هاخدهم برضه. الجبر قدام. اشوف حدش بخير. مصعد، مع السلامه يا مصعد. مع الف سلامه. انا مش هسيبك. انا عايز كرسي جنب الشباك. اطلع عطل. اطلع شويه. لا مؤاخذة يا سعادة البيه، العتب على الظلم. ايه ده، مش تفتحي؟ حقك عليا يا سعادة البيه. حصل خير. حقك عليا. نهارك فل. حبيبي. حبيبك. اهلا. اهلا محروس. الارض خلاص بقت في جيبي. عايزين بقى نشهر المشروع. وانا جاهز. الله. انت عليك الارض وانا علي المباني. خلاص. بس بالنص. بالنص بالنص. يعني كل واحد فينا يطلع له كده بخمس ست قرارب. انا نفسي اتفتحت. انا مستعد ارض دلوقتي. لا حبيبي، اللي هيمضي معاك طريق ابني، لان كتبت المشروع باسمه هديه جوازه. وهيتجوز؟ الف مبروك. يبقى عليا الفرع. طبعا الفرع عليك، لان طارق هيتجوز الهام. الهام؟ الهام ايه؟ شافها في النادي وعجبته. ايوه بس البنت المغرية فتحتها يا رياض. عارف. الاستاذ خالد اتفضل. مش عارف خالد المحامي ده؟ انا بديله اصغر قضايا لشركتي، بيقبض اتعابه بنبني. قلت يا محروس وانا في ديك الساعه يا ابو نسب. تحت امرك يا فندم. اهلا. نورت الشركة. انسى بقى حكاية عمي. يعني ايه؟ يعني الظروف اتغيرت والشركة استغنت عن خدماتك والتوكيل اتلغى. مع السلامة. يا بنتي يا حبيبتي، أنا مش شايفة بصراحة أي حاجة في تتعيب. مش هتجوزه يعني؟ مش هتجوزه؟ لا لا، ما تلخبطيش الدنيا. أنا اديك كلمة خلاص. القلب وما يريد يا محروس. بلاش كلام فارغ. الخالد قال. ده خالد ده انا سمعت عنه حاجات مش كويسه، ثم انا بدور على مصلحتها. جايب لها مليونير، ابوه مليونير وامه مليونيره، عايزه ايه تاني؟ انا قلت مش هتجوز. اسمعي، هتتجوزيه ورجلك فوق رقبتك. الجواز مش بالشكل ده يا محروس. هي كلمه ورد غطاها، والكلمه اللي قلتها هي اللي لازم تمشي، فاهمه؟ طب بس اسمعين. مستحيل ده يحصل. اسمع يا خالد، تعال نتجوز ونروح على بيتكم على طول. ما اقدرش يا الهام، افهميني. فظيعة تقطع الكار وسنينه. بشتغل طول النهار وانا خايفة وما علقتش غير دي. وكان لازمته ايه؟ ما قلت لك يا ستتك، وربنا عشان تصرف على الواد الصايع اللي بره. صايع؟ يعني عايز نسيبه بعد البهدلة اللي اتبهدلها عشاننا؟ وفرضت مسكتك كان هينفعك؟ بس طب افتحي المحفظة شوفي كنت هتتحبسي بكام. ايه ده؟ نهار اسود دي فاضية فاضية؟ يا سلام 30 جنيه يا حلاوة، ومخبيهم واعمل لي بيه ولابس لي بدلة.
خد خد استقرا البطاقه دي شوف شوف بيش ايه ده اشتغل ايه امسك محامي محامي يعني زملات ووكالات نيابه وضايب وحق الزمان وقلب الدنيا دلوقتي خفتي خفت نايم ولا في حاجه تخوفني ده انا في دماغي حاجه تانية خالص ابو شامه تاني استني يا قشطه لا يبهدلوك انت كمان قشطه ابو شامه وصل وبيفرق فلوس ومال خدوهم احسن منين يعني ايوه بس عاوز يمضينا مضيك عليا يالا على بقى العيشه لا حدق اسمع يا ولد كل واحد يمضي باسم اوانطه واللي يبصم يبصم ولا كانه استقرى بصم على ايه مفهوم مفهوم ماشي كلام والله عيال يا ابو شامه استني قشطه بس حلوه انت مش واقفه في الطابور ليه ها انا ما اخدش 100 جنيه بس كده ولا تزعلي ادي يا ستي 50 جنيه اهو تشكر يا زول انت بتشغلي ايه حقهم يعني متجوزه يا بنتي يا مأمنة للرجال لا أمني إيه رأيك يا بنت أنا ليا مزاج أشغلك عندي في الفيلا حبستك أوي أوي هسكنك في أوضة بعيد في آخر الفيلا في الجنينة يا حرمتي هو أنا أديك الساعة يا سعادة البيت يعجبيني يا بنت طب روحي بقى فاضي 100 جنيه وأنا هبعتلك بعدين ماشي ماشي وعلى ما يا بيضة يا بنت يا بيضة انت يا عيش ابو شمع بيه رجل الاساس محدش فيكوا يصرف مليه يعني من دقنه وفتل بفلوسه هنشد محامي يجيب لنا حقنا من حباب عينيه غمينا البيه وتعبنا عليه غمينا البيه صباح الخير صباح النور سعادة البيه المحامي موجود؟ اي خدمة؟ قول له قشطة سعادة البيه المحامي أول هام سماح يعني السماح محفظتك أهي وفلوسك فيها افتكرتك أنت اللي معلش يا سعادة البيه بقى هي اللي نطت في جيبي على العموم أنا جايبة لك 1000 جنيه فوقيهم أهو إيه دول؟ عربون ولسه كمان بنلمها لك يا سعادة البيه اصل عايزينك ترفع لنا قضيه على المفتري محروس ابو شام محروس ابو شام بتاع المقاولات هو اللي يتطفص في نظر ويركبه اللهو الخافي طب خلي فلوسك معاكي وفاهميني ايه الحكايه بالظبط اتفضلي مش عايز حد يخش لي خالص فاهم بسرعه شويه اعمل معروف يا استاذ اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار حاضر يا قشطة كله هيبقى تمام ايه مال ضربوك في الاسم ضربوني
استغفر الله يا سعاده الباشا، ده حتى سعاده الباشا يعني قدامك حنين ولطيف. طب ما تقعد كويس، رجليك فيها ايه؟ عرق يا سعاده الباشا، عرق، انما بعيد عنك قد كده اهو. هو قد كده اهو، قد كده اهو دي. واقره واتهم بانه لم يقع عليه اي اكرام. انت متهم بسرقه خزينه الجمرك. وكنت في مصر متهوم بسرقه ونش الانفاق. اني سواق قدام سعادتك يا سعاده البيه، نشلت اتوبيسات ونش الانفاق وخزنه الجمرك بيركبوا اتوبيس. لا مؤاخذه يا سعاده البيه. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. خالد منصور الروحاني. حاضر مع المتهم. قشطه. ايه؟ قشطه يا بيه. قشطه قشطه. انا خلاص تبت ومش هسرق تاني. ماشي، ونعملوا لك ماتش اعتزال في بنك وتهبروا الهبره اللي هي ونترسق بعد كده. مصعب انا بتكلم جد. انهي جد يا بنت الحلال؟ الحال من بعضه، ما هو الموت ضحايا زي الخرفان، نبقى دياب عشان نعرف نعيش. مفيش في الدنيا احلى من لقمه الحلال والشرف. انا وشرف اللي في صفيحه صوابعي، انا خلاص بقيت درس متعلموني في كليه الشرطه، واللي ما يذاكرنيش ما يخش الدبوره. يعني خلاص مفيش فايده. المهم اعرف دلوقتي بتحبيني ولا لا؟ ما اعرفش. بتحبيني ولا لا؟ مش هقول. لا لازم تقول. ولا شند الكيان الا انت. طب هات الناس. لا الراجل مش واخد باله. اوعدني الاول. اوعدك بس هات الناس. لا عشان خاطر كل كده عشان خاطر. يا عم بعد عني. لا تعرف يا مصعب، العيشة من غير خوف طعمها حلو قوي. انا ظروفي هي اللي خلتني كده. ابويا اتحبس الصغر عقبال ما خد براءه، كانت امي بعت نفسها عليه، خرج من السجن قتلها وقتل نفسه، وانا متطلطين في الشوارع للاصلاحيه للي انا فيه دلوقتي. لكن طول عمري كان نفسي ابقى زي الناس، الناس اللي هم ناس. وانا خلاص يا قشطه، ايد على ايدك، نشد الهمه ونتكل على الله.